السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة يا حبايب قلبي انا جايب لكم طريقة جميلة جدا لطريقة عجن الحنة، الطريقة الصحيحة اللي كلنا اغلبيتنا ما يعرفهاش. الاغلبية بيعجنوا الحنة بطريقة معينة بالمية وكده، لكن النهاردة هقولك على طريقة جميلة جدا هتعجني بيها الحنة، وكمان عايزة اقولك فوائد كتير جدا للحنة الاغلبية مننا برضو ما يعرفهاش. اسمحولي ان انا اقول لكم الفوائد ديت، ومعلش مش عايزة حد يقولي بتتكلمي كتير، في ناس كتير هتستفاد من الحاجات اللي انا هقولها دي. لو انت مش هتستفادي منها تقدري تجري الفيديو وتتفرجي على الوصفه بس طيب انا عايزه اقول لك الحاجات المفيده اللي احنا اغلبيتنا ما يعرفهاش للحنه. اول حاجه، لو انت عندك جرح في ايدك او في اي منطقه في جسمك، عايزه اقول لك ان الحنه دي لو في جرح وسايب اثر، حاولي تحطي تعجيني من الحنه بالطريقه اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض، وتدهني بيها المكان اللي فيه الجرح ده، هتضيع لك الاثر بتاع الجرح ده. ادي حاجه. تاني حاجه، اغلبيه الناس وخاصه الناس الكبار قوي بيبقى فيهم الام في كعوب الرجل. الالام بتاعت كعب الرجل دي بتروح بالحنه برضو، هقول لك على الطريقه زي ما قلنا بالطريقه اللي احنا هنعجنها دلوقتي مع بعض. كمان عايزة اقولك فوائد الحنة للشعر، يعني بصرف نظر على انك عايزة تغيري لون شعرك، الحنة جميلة جدا جدا للشعر، بتعطي بريق لامع كده للشعر، وبتمنع تقصف الشعر، وما بتسبب لكيش اي حساسية، وطبعا جميلة وامنة جدا عن اي صبغات صناعية اخرى بيستخدموها في الشعر. واحنا نزلنا فيديوهات قبل كده عن تلوين الشعر للون البني، هحطه لكم في اخر الفيديو علشان برضو اللي عايز يشوفه هحطه لكم في صندوق الوصف. بطريقة حلوة جدا بعملها الحنة بتخلي لون شعرك بني كده. حبايب قلبي احنا قلنا فوائد الحنة الجميلة اللي احنا اغلبية الناس مش عارفاها. يلا بينا بقى نعمل الوصفة بتاعتنا، هي طريقة عجن الحنة الصح اللي اغلبيتنا ما يعرفهاش، هنعجنها دلوقتي مع بعض، يلا تابعوني. قبل ما اعجن طبعا الحنة، متنسوش حبايب قلبي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه باذن الله. ويلا بينا نقول مكوناتنا. مكوناتنا عبارة عن 4 معالق من الحنة، طبعا معالق كبيرة من المعالق ديت، وديت اربع معالق للشعر اللي هو القصير، يعني لو انت شعرك اطول ممكن تستخدمي 10 معالق والضعف الكمية اللي انا هقولها لك دلوقتي. طيب ادي الحنة بتاعتنا، وهنجيب معانا هنا فنجان من اللبن الحليب، فنجان من اللبن الحليب، وهنحتاج برضو زبادي، اي نوع زبادي عندك اللي هو الروب. يلا بينا بقى نعملها مع بعض. هناخد طبعا العجن ملوش مقدار معين، هناخد كده ونحط ونشوف هنعمل قد ايه. ادي كده ايه، ادي 1 2 3 4 5. طيب هنحط ونعجن ونشوف هنحتاج تاني ولا لا. الوصفة دي يا بنات جميلة جدا، يعني بصرف النظر انها تغير شعرك زي ما انا قلتلك، لكن العجن لما بيبقى باللبن بيطري الشعر جدا وبيديك لمعان جميل جدا، هتلاحظيه لما تستخدمي الوصفة اللي انا هقولك عليها دلوقتي دي، وبتعجنيها بالطريقة اللي انا هقولك عليها دي. شايفين دول 4 معالق، انت طبعا لو شعرك اطول يعني ممكن تستخدمي 10 معالق، ممكن تستخدمي كوباية كبيرة. شوفوا ال4 معالق، يعتبر حطيت عليهم فنجان من اللبن. شايفين؟ وتعجنيها كويس جدا بالشكل ده. حبايب قلبي، احنا دلوقتي عجلناها اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب هنجيب بقى معلقة من الزبادي، ادي معلقة واحدة من الزبادي او الياغورت اهو زي ما انتم شايفين. لو ليه اسم تاني ياريت اللي يعرف يقول لنا الزبادي
اهو ادي معلقه من الزبادي زي ما احنا شايفين كده، هنقلبها بقى بالزبادي كويس جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. كده احنا يعتبر قلبناها اهو كويس، هنسيبها بقى ساعتين علشان تخمر. هتغطيها وتسيبيها ساعتين عشان تخمر. بس قبل ما تغطيها عايزه اقولك انك هتسويها كده وهتحطي على الوش طبقه من اللبن كده اهو بالشكل ده، وبعد ساعتين هتقلبيها تاني وتستخدميها بقى. طيب طريقه استخدامها بقى هتستخدميها ازاي؟ هتستخدميها هتفرقي شعرك طبعا، تستمشطيه بالمشط، وبعد ما تمشطيه بالمشط هتجيبي الفرشه بتاعتك او بايديكي هتشيلي كده بالحنه وتعملي تفرقي خصله خصله وتدهني بيها شعرك كويس جدا. هتكملي شعرك كله من ارضيه راسه لحد الاطراف، وبعد كده هتلفيها بكيس نايلون وتسيبيها على شعرك من 3 لـ4 ساعات، وبعد 3 لـ4 ساعات تشطفيها وتغسليها. هتشوفي شعرك لمعان وطري بطريقه لا تتخيليها. دي كانت وصفتي النهارده حبايبي، ومعلش انا طولت عليكم في الاول عشان في فوائد كان لازم تعرفوها. ان شاء الله تستفيدوا منها كلكم حبايب قلبي، واذا عجبكم طبعا الوصفه ما تنسوش حبايبي تعملوا لايك لجيجي وللفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد مع جيجي كل حياتي.